الزمالك حاليا ما شاء الله من فضل حضرتك وصول الدفعه الاولى للاوديه، لا زالت الاوديه لم تصل مع الاوديه وادي من الراحه. الى الان اوديه وادي من الراحه لم تصل. هذه فقط الحلاه وادي السدم وادي هي حاليا اللي واصله ما شاء الله. حكى لها سيناريو اللي هو منخفض المطيف.